معايا، اكتب معايا كده اللايرز، الطبقات قبل البدء في اي بروجكت. قبل البدء في اي بروجكت يجب عليك اولا اعداد الطبقات اللازمة لانشائه. يجب أولا إعداد الطبقات اللازمة لإنشائه، ولنبدأ بالستة لايرز الأساسية في أي بروجكت. ولنبدأ بالستة لايرز الأساسية في أي بروجكت. وهم واحد اكسس، اثنين وولز، هكتبهم لك اهم، تكست وولز وهاتش. احنا عملنا اكس واكس، تمام اهم يا جماعة. اوكي يلا نقلهم في كشكولك بسرعة عشان نعملهم. طيب حد يقدر يقول لي هي ايه اللايرز؟ يعني ايه الطبقات والكلام ده؟ اقول لك انا، حد في عمارة؟ حد في عمارة؟ طيب هايل. الناس بتوع عمارة بيعملوا ايه لما يجوا يرسموا اي بروجكت اي مشروع؟ بيجيبوا شاسيه الخشب، بعد كده يجوا يجلدوه ازاي؟ بفرخ كانسون مثلا، ويحطوا اللوحة بتاعتهم ويرسموا. اول ما يبدأوا يرسموا بيرسموا الاكسس، بعد ما يرسموا الاكسس يرسموا الوولز، بعد الوولز يحطوا دايمنشنز، بعد دايمنشنز يحطوا تكست، يحطوا هاتش، يحطوا بلوكس، يحطوا فرش، يحطوا كل ده بيتحط على اللوحه. طب انت متخيل بعد الحاجات دي ما تتحط كلها هيكون في مكان في اللوحه؟ اللوحه كلها تتحول لكتله سوداء لان كل حاجه هتدخل في بعضها، صح الكلام؟ قالوا طب ايه التكنيك المتبع بقى في الموضوع ده؟ قالوا والله بدل ما نعمل كده نرسم على لوحه واحده، لا احنا هنجيب مجموعه من الشفافات ونبدأ نرسم كل حاجة مستقلة على شفافة مستقلة. ازاي يا عم؟ قال لك بجيب الشاسيه بتاعي الخشب ده واجلده زي ما قلت بلوحة كبيرة، بعد كده بتنزل سمير وعلي عندنا هنا في الكلية مثلا ولا في اي مكان، مفيش دعاية لسمير وعلي، تنزل اي مكان تشتري منه شفافات، مجموعة من الشفافات، وتبدأ تثبت اول شفافة ترسم عليها الاكسس بتاع محاور المنشأ كله، بعد كده شفافة تانية تلزقها فوقيها بالظبط ترسم عليها الحوائط كلها، بعد كده شفافة تالتة تحط عليها، وهكذا بحيث ان كل حاجة ليها بروبرتي مختلفة تتحط على لير ايه؟ ها، مستقلة. اوكي تمام. انا راجل رايح اجر شقة، رايح اجر شقة، انا مفروض اشوف ايه؟ اشوف توزيع اللايت ولا اشوف الاساسات ولا اشوف ايه بالظبط ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ لا ما اشوفش اي حاجة من الحاجات دي. امال اشوف ايه؟ انا هسأل على حاجتين، الحوائط اللي هو البلان مع الفرش، هنا انتري، هنا سفرة، هنا نوم، هنا الكلام ده كله. الراجل بيبدأ يعمل ايه المهندس ده؟ بيشيل كل الشفافات ويحتفظ بشفافتين اللي هو البلان مع الفرش، واللي اتفرج حضرتك عليه
نفس التكنيك ده عندنا، الطريقة اللي بيشيل بيها اللاير من على الشاسيه هي عندنا اسمها طفي اللاير. في لمبة بطفيها، شايفها اهي، في لمبة اهي بطفيها خلاص تمام، او اجمدها زي ما هتعرف دلوقتي حالا. اكتب معايا: احتياطات يجب مراعاتها عند تسمية اللايرز. احتياطات يجب مراعاتها عند تسمية اللايرز. رقم واحد: ان تكون موحدة على مستوى فريق العمل. لو انت ليك اصحابك او ناس بتشتغل معاهم في تيم وورك، المفروض الناس ديت انت وهم انت موحدة على مستوى فريق العمل، اوكي؟ المفروض الناس دي انتوا بتشتركوا في مشروع ولا حاجة. هديك مثال: انا سميت الحوائط وول، ومصطفى سماها وولز. واخد بالك؟ وول وولز. بتاع عين شمس اسمك مصطفى ولا اسمك ايه؟ مصطفى ايه؟ ايه؟ مصطفى جمال. في قسم ايه يا مصطفى؟ مدني عين شمس. سنة كام؟ تانية مدني عين شمس؟ طيب، برافو عليك يا مصطفى. انا سميت وول ومصطفى سمى وولز، فانا اخدت كابي من الحاجات اللي على الوولز عند مصطفى، جيت احطها عندي، فاوتوكاد هيجي يبص عندي هو واخدها باسم ايه من عند مصطفى؟ وولز. واخد كابي للعناصر اللي موجوده على الوولز، لما يجي يحطها عندي يدور على وولز في اللايرز ما يلاقيهاش، فيلاقي وول يقول لك لا اصلها مش هي، خد بالك، فيروح الناس البلاير تانية اسمها ايه؟ وولز. يبقى على المبنى بتاعي او على المشروع بتاعي في وول وولز، فاهم ازاي؟ فتكون موحدة على مستوى فريق العمل. رقم اتنين: ان تكون ذات اسماء معبرة. ان تكون ذات اسماء ايه؟ معبرة. ماشي يا جماعة؟ ذات اسماء معبرة. رقم ثلاثة: ألا تكون باللغة العربية. ألا تكون باللغة العربية. هو أوتوكاد الحقيقة عنده مشاكل مع العربي شوية، عنده مشاكل أوتوكاد مع العربي شوية، أوكي؟ رقم أربعة: ألا تكون بالفرانكو أراب. ألا تكون بالفرانكو أراب. إيه هو الفرانكو أراب ده؟ اللغة بتاع الشاتينج، إنك تشيت ولا الكلام ده كله. أوكي يا جماعة، إحنا ننشئ لير إزاي بقى؟ تعالى كده، بفتح الكاد أهو، نرمي دول. بص، يا اما تكتب هنا في سطر الاوامر اللي ايه انتر، اللي ايه انتر، او انك تعمل ايه يا شباب، تضغط على الايكون دي. الاثنين اللي هي لاير بروبرتيز مانجر، الاثنين دول بيأدوا نفس الغرض. هيفتح لك الويزرد دي من هنا، طبعا هتلاقي هنا لاير اسمها لاير ايه زيرو. بص كمان معايا، هتلاقي هنا status بتاع اللاير، هي current layer ولا لا. يعني ايه current layer؟ يعني اللاير الحالية اللي انا برسم عليها دلوقتي، يعني برضو هي اللي موجودة في الشريط ده زي ما هتشوف دلوقتي معايا بالظبط. اسمها ايه؟ هي on ولا off؟ يعني مطفية ولا لا، ولا منورة؟ يعني الحاجات اللي عليها مختفية ولا لا؟ هي freeze الحاجات اللي عليها مجمدة ولا لا؟ هعرفك دلوقتي الفروق بينهم. lock هي مقفولة ولا لا؟ color الوان العناصر اللي موجودة عليها. لاين تايبس انواع الخطوط بتاعتها. اللاين ويتس اوزان او سمكات الخطوط بتاعتها. وفي الاخر حبة حاجات كتير هتعرفها ان شاء الله في وقتها في البلوتينج باذن الله. هبدأ انشئ لاير من هنا او اضغط له الالت ان. الت ايه؟ ان زي ما هو بيقول لك تحتين. خلاص اهو، اسمي اول واحده اكسس. خد بالك، تسمي كابيتال تسمي سمول دي مش فارقه، ترتبهم برضو مش فارقه، اوتوكاد بيرتب الحاجات دي ابجدي ولوحده. اوكي اوكي طيب، يا ترى الاكس لونها ايه؟ انا هاخدها احمر لكل مكتب. مفيش يعني، انا مش عارف بصراحه حاجه ستاندرد يعني، بس لكل مكتب بيبقى ليه سيستم، يعني كل الناس بتشتغل بسيستمز،
وبحيث ان هم يطلعوا لوح في الاخر بنفس الشكل او بنفس الشبه. عملها احمد، عملها محمد، هي طالعه بايه؟ بنفس الشكل ده. خلاص. فانا عن نفسي بشتغل كلر احمر، اللاين تايب ده اسمه سنتر 2. طب موجود هنا يا جماعه، اقول له ايه؟ فاكر المالتي لاين؟ اقول له ايه؟ لود. طيب سنتر 2، برافو عليك، وما انساش ارجع اختاره اهو. قال لي طب الوزن بتاعه اللاين ويت، قال لي الوزن بتاعه يعني في من بوينت 15 لبوينت 18 او حسب مقياس الرسم والورقه اللي انت بتطبع عليها. اللي بيحكم على الموضوع ده عينك انت، عينك بتحكم، بتطبع وبتجرب، وفي الاخر لما بتشتغل في سيستم محترم او في مكتب بيبقوا هم جربوا كتير وبيقولوا ان انسب سمك للخط ده مثلا على لوحه كذا مرسومه بمقياس كذا هو كذا، تبدا انت تمشي زي ما البن اساينمنت بتاعهم زي ما هم شغالين. انا هاخد ده كده اوكي. بعد كده هرجع للزيرو تاني واطلب لاير جديده. ليه ما طلبتش لاير وانا واقف على الاكس؟ عشان هتجيلي بمواصفات الاكس، خد بالك. هرجع للديفولت الزيرو، واللاير التانيه اسميها وولز او وول براحتك، بيضه. طبعا هي بيضه ليه؟ لان اللوحه سودة، صح؟ فهي هتطبع بقى العكس، الورقه بيضة والخطوط ايه؟ سودة، ماشي الكلام؟ الابيض نوع الخط كونتينوس، وزن الخط بس بيقول لك من 3.3 لبوينت 5 او حسب برضو مقياس الرسم ومقاس ورقه الطباعه. هقف هنا واقول له لاير جديده اسمها ايه؟ تكست. التكست بصراحه في ناس بتاخدها سيان اللون دوت، وفي ناس بتاخدها ازرق، انا من الناس اللي بتحبها زرقاء، لان لما باجي اطبع عند بلوتر الحبر اللي فيه مش كويس السيان ده ما بيبانش، بيبقى باهت قوي. وكونتينوس او ديفولت مش فارقه ان شاء الله، لان احنا هنشتغل مالتي تكست وهنستخدم خطوط الويندوز. اوكي. بعد كده الهاتش. الهاتش ده يا جماعه انا عن نفسي باخده اللون دوت اللي هو 9، اللون الفاتح قوي ده، بيبقى في منتهى الشياكه على الورق، بيبقى البلان كله اسود غامق واللون دوت ايه؟ فاتح كده زي بلاط خفيف او باترنز خفيفه في اللوحه. اللوحه ما بتبقاش قافله، لا بتبقى لوحه حلوه شكلها كويس مقبوله، تمام. وبرده ده او ده ان شاء الله هتسيبهم ديفولت يعني باذن الله. خلاص. هرجع تاني واقول له عايز ايه؟ دايمنشنز. انت مش ملاحظ ان هو بيرتب ابجدي؟ هناخد دايمنشنز دي صفرة. كونتينوس او ديفولت برضو مش فارقه يا جماعه. سوري، دي زي اللاين ويت بتاعها، خليه زي الاكس بالظبط. خلاص. باقي لنا واحده اسمها ايه؟ داشت. داشت تقدر تقول عليها زي الاليفيجنز، الحاجات المخفيه يعني. داشت. الداشت بيضة كونتينوس، لا مش كونتينوس، فبضغط على كلمة كونتينوس. بعد كده اقول له لود اسمها زي ما كان ده سنتر 2، دي اسمها ايه؟ داش دي 2. داش دي يا جماعة 2، واختارها واقول له اوكي. خلاص. الوزن بتاعها ممكن تخليها 0.25، سهل كده يا شباب. كده احنا عملنا اللايرز بتاعتنا، وبمجرد ما بقفل كده ببص الاقي اللايرز دي كلها نزلت هنا. عدد اللايرز دي بيتجاوز ال 90 او ال 100 لاير في البروجكت الواحد، لان الملف بيخرج من عند بتاع عماره بيروح على بتاع مدني، هو نفس الملف، يحط عليه الاساسات ويحط الفاونديشن بتاعته، بيطلع من عند بتاع مدني يروح على الميكانيكا يتعمل له الداكتس بتاع التكييف وتوزيع البايب لاينز والكلام ده كله. بيطلع بعد كده على الكهرباء يتوزع له لايتنج و و و، وبعد كده يرجع تاني. هي بتبقى سايكل للملف جوه كل المكاتب. اوكي. فبعد ما يبدا هنا ينزل، فهفتح انا دلوقتي ده عشان انت تعمل مواصفات مطابقه ليه تماما. اتفضل اعمل كده ونبدا نشتغل على اللايرز نشوفها بتتعامل ازاي. فاهم ولا لا؟ هو زعقيلي زي ما بقول لك، ما حدش زعق لي الا مراتي. تلاقيك انت بس فردت رجلك ولا حاجه هزيت الفيشه بتاعتها فصلت.
اشتغلت بتزعقي برضو. المهم بعد ما بعمل layers دي هنا، بص يا جماعة layers نزلت هنا، انت عايز ترسم على الاكس بتروح تجيبها current layer زي كده، وتعالى نرسم عليها حبة خطوط اهو اهي يا عم. طبعا يعني من حسن حظك ان الخطوط باينة، ولكن قد تكون غير واضحة. بص كده ممكن تعمل اكس كده زي ما خدناه المرة اللي فاتت كده برضه، سبحان الله حظك حلو اوي. اه كده وحش جدا اهو، مش هريحك يعني. طب تفتكر نعمل ايه بقى لو الخطوط طلعت مش واضحة؟ اه بالظبط كده، بنعمل بنكتب LTS اللي هو Line Type Scale، وبنبدأ نقول له انتر، ونغير السكيل فاكتور نخليه مثلا 5، نخليه 10، نخليه 15، نخليه 20، ايه الحياة كده، نخليه 18. ده على فكرة ممكن يبقى بوينت او او والكلام كده يعني. المهم ان شكله بقى مناسب، بقى مناسب. عايز ارسم على الوولز، بروح جايب الوولز كده واجي اقول له ايه يا عم تعالى ريكتانجل اهو، نرسم حبة ريكتانجلز كده. خلاص. طب ليه يا جماعة الريكتانجلز ديت مش باينة بسمكها اللي انت عامله بيه؟ ليه مش باينة بسمكها اللي انت عامله بيه؟ يعني مش انت عاملها سميكة صح ولا غلط؟ ما انت عاملها سميك صح ولا ايه؟ مش عاملها بوينت 3؟ طب تعالى كده، قال لك في هنا حاجة اسمها LWT اللي هي شو اور هايد لاين ويت. بص اهو تمام، لما تكون اللوحة عندك زحمة قوي بتطفي السمكات، لو اللوحة منورة فاضية شوية بتشغل السمكات. طب جميل جدا. لا تعالى نرسم على الداش حبة دواير اهم. بص معايا حبة دواير، تعالى نرسم على الدايمنشنز حبة خطوط اهو اهو. تعالى نرسم على الهاتش، شفت بتروح تجيبها حاجة في منتهى البساطة وترسم عليها اهو، ادي لاين اهوت اهو. بص زي ما اتفقنا، طالما جت هنا تبقى ايه؟ تبقى لا تبقى كارنت لاير طالما هي هنا. السؤال دلوقتي، افرض ان انا عاوز امسح حاجة من على طبقة احطها على طبقة تانية، اوكي؟ يعني مثلا انا رسمت حاجة عن طريق الخطأ على الايه، على الوولز او على الاكسات وعايز انقلها. قال لي طيب تعالى كده ننقل حبة الحاجات بتوع الهاتش دول اللي مرسومين على اللاير اللي اسمها هاتش. انا قعدت ارسم وانا ناسي، وانا واقف على الهاتش وعمال ارسم، لقيت نفسي ايه ده، لا ده انا مش عايز اعمل كده، ده انا بحط ابعاد وانا واقف على الهاتش. اقول له طب اعمل ايه؟ يقول لي طب بعد ما حطيت الابعاد هتاخد مواصفات الهاتش. نقول له لا خلاص يا عم نعلم عليها كده، ونخرج نروح نجيب له ايه، نروح نجيب له اللايرز اللي انت عايزه يتحط عليها. اتفقنا؟ يبقى كده اتنقل خالص من الحته دي، اتنقل ما بقاش موجود، وراح فين يا جماعه؟ وراح اللاير اللي انت اخترتها. طب في حل تاني؟ ايه الحل التاني؟ ان اقول له ام اي انتر ماتش بروبرتي، صح؟ مش خدناها في الهاتش، ام اي انتر اكليك له على اي حاجه من الابعاد اهي اللايرز بتاعت الابعاد، واروح مختار له دول زي ما انا، عادي جدا جدا جدا. سهله يا جماعه ولا صعبه؟ سهله. طيب نرجع بقى نتكلم في نقطه مهمه، ايه هي الحاجات دي بتعمل ايه؟ ايه الموضوع ده؟ بص كده تعالى دلوقتي، تعالى نعمل نطفي لاير، نطفي لاير زي اللاير وولز، تعالى نطفيها كده. بص كده اللمبه اهي، ايه ده اختفت. طب تعال ننور، ظهرت. طب تعال نجمد، اختفت برضو. طب تعال نفك التجميد، ظهرت. ايه الفرق بين الطفي والتجميد؟ ده موضوع مهم، اكتب معايا
فروق واتفاقات بين الطفي والتجميد. فروق واتفاقات بين الطفي والتجميد. رقم واحد، اللير المطفية وكذلك المغلقة تختفي محتوياتها من على الشاشة. اللير المطفية او اللير المغلقة محتوياتها بتختفي منين؟ من على الشاشة. رقم اتنين، اللير المطفية واللير سوري انا قلت المطفية والمغلقة يا جماعة، لا والمجمدة. اللير المطفية واللير المجمدة تختفي محتوياتهم من على الشاشة. رقم اتنين، اللير المطفية واللير المجمدة لا يتم طباعتهم اثناء الطباعة. لو جيت تطبع ملف، الملف ده فيه لايرز مطفية او مجمدة، ما بتطبعش الحاجات اللي عليها. اوكي يا شباب. رقم ثلاثة، اللير المطفية يمكن الرسم عليها، اللير المطفية الطبقة المطفية يعني يمكن الرسم عليها، إذ يمكن جعلها current layer. إذ يمكن جعلها إيه يا شباب؟ current layer. إذ يمكن جعلها current layer. خلاص، إزاي بقى الكلام دوت؟ تعالى نبص عليها كده. احنا رسمنا العمود ده مع بعض صح؟ كان في ايه؟ اسمه ايه؟ لينسن. ماله؟ ما عرفش استخدمه؟ مش حاضر، عاديه لك. حاضر، بص يا شباب، اللي هي المطفية اهي، بص معايا كده. انا هجيب لاير زي الاكسس، هخليها كارنت لاير. انا مليتك، قلت لك اللي هي المطفية يمكن الرسم عليها، اذ يمكن جعلها كارنت لاير صح؟ انا هطفيها اهو. قال لي ايه؟ اذا كارنت لاير استرنت اوف. اقول له اوكي. مانعني انه يخليها وهي مطفية كارنت لاير؟ ابدا. تعال نرسم عليها اهو. ايه رأيك، بيرسم ولا ما بيرسمش؟ بص كده، بيرسم ولا لا؟ بيرسم؟ لا بيرسم. تعال نطفي كده، ننور. تعال ننور. اه بيرسم ولا ما كانش بيرسم؟ كان بيرسم صح. اما اللير المجمدة، اكتب بقى، اما اللير المجمدة فلا يمكن الرسم عليها، اذ لا يمكن جعلها current layers. إذ لا يمكن جعلها current layer. رقم أربعة، خد بالك برضو، أنا لو جيت على الأكس دي، بص أحاول أجمدها. ها يا جماعة، أنا عمالي أكل الكيلو أهو، الراجل ما بيجمدش حقيقة. تحاول تجمد ما بيجمدش. حتى لو ما كانتش عايز أجمد مثلا وولز أهي، وأجمدها عادي، بس لو جيت أجيبها current layer تلاقيها لونها إيه؟ باهت. شايفها؟ في فرق اهو، في فرق بين دي ودي. دي باهته ودي ايه؟ مش هيقدر يخليني اخليها كارنت لاير. خلاص، يبقى في التجميد ما بيخليهاش كارنت لاير. اما الفرق الجوهري، رقم اربعة بقى، اما الفرق الجوهري بين الطفي والتجميد هو ان اوتوكاد يشعر بجميع عناصر اللير المطفية وكأنها مضاءة. ان اوتوكاد يشعر بجميع عناصر اللير المطفية وكأنها مضاءة. اوكي، تعال نجرب كده. تعال يا عم نطفي ده كده، بص كده. الاول تعال نعمل زد انتر اي انتر. مش انت عارف ان زد انتر اي انتر بتملى اللوحه بالرسم بتاعك؟ طيب تعال كده نطفي اهي، ونقول له اوكي. المفروض لما اعمل زد انتر اي انتر ايه اللي يحصل؟ دي تملى اللوحه،
هقول له زد انتر، اي انتر، حسيت بفرق؟ حسيت بفرق؟ لا لا. إيه ليه؟ اصل هو حاسس بحاجات موجوده هنا، واخد بالك؟ فاهمني ولا لا؟ تمام. انا لما اجي انور فعلا الاقي حاجات موجوده هنا، فهو بيحس بيها. تمام. اما اللير المجمده فيقوم اوتوكاد بحذف جميع عناصرها من ذاكره الملف. اما اللير المجمده فيقوم اوتوكاد بحذف جميع عناصرها من ذاكره ايه؟ الملف، مما يجعل الملف خفيفا اثناء العمل. مما يجعل الملف خفيفا اثناء العمل. لذا في حالة الطبقات ذات العناصر الثقيلة بين قوسين تكست وهاتش، التكست والهاتش، يفضل تجميدهم بدلا من اطفائهم اثناء العمل. اوكي. طب تعال نجرب كده. بص يا عم، انا هاجي على الاكسس اهي وهجمد. المفروض بقى لما انا هجمد واعمل زد انتر، اي انتر، اهو عمل ايه؟ تجاهل اصلا ان في حاجه موجود، مش موجود، صح ولا يا جماعه؟ اه صح. زد انتر، اي انتر، اهو كأن الحبة اللي كانوا موجودين دول مش موجودين خالص. خلاص. زد انتر، اي انتر. يلا اتفضل جرب، عشان بقالنا حتة ناخدها، يبقى كده خلصنا الليرز.